مرحبا بحضراتكم مشاهدينا اولى فقراتنا الحواريه. من اكتر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم بها على الانسان وحقيقي بتحقق له السعاده في حياته هي نعمه الابناء. الابناء وجودهم في الحياه ممكن يغير من حياتك 180 درجه، حتى لو انت كنت انسان مثلا في بدايه حياتك انسان يعني مش منضبط الى حد ما، انسان مش منظم في حياتك، ولكن بتلاقي كده في مرحله لما بيبدا يبقى عندك اطفال حياتك بتتغير كتير، بتبدا تهتم بيهم اكتر من اي حاجه في حياتك. ولذلك بنلاقي ان اباء كتير وامهات بيهتموا طبعا بصحه ابنائهم بفكره ان احنا نتابع اولادنا، لازم نعرف هم هل في مشاكل معينه صحيه او نفسيه او جسديه بيعانوا منها، وده الدور الامثل اللي لازم يقوم بيه كل اب وام هو متابعه الابناء. من الظواهر الخطيره اللي بتصيب الاطفال في سن صغير وبدات تنتشر في بعض المجتمعات هي ظاهره التوحد. ظاهره التوحد من الظواهر اللي بتظهر مع الطفل في سن مبكر، ممكن تفضل مستمره مع الطفل حتى سن البلوغ، وعشان كده بدأ يبقى فيه اهتمام بهذه الظاهرة، نعرف ايه هي اسبابها، ازاي ممكن نخلي الاولاد يبعدوا عن مسببات هذه الظاهرة ايضا، وده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفتي الكريمة، وهنعرف ازاي ممكن كمان نعالج الاطفال اللي بيعانوا من ظاهرة التوحد. اسمحوا لي ارحب بضيفتي في هذه الفقرة، هي دكتورة ايمان علي عبد الرحمن، اخصائي الصحة النفسية وتخاطب الاطفال. اهلا بك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اي طفل هو يعتبر اغلى شيء يعني بيمتلكه اي انسان، يعني اي اب وام اغلى حاجه في حياتهم هو ابنهم او بنتهم. لازم جدا ان احنا نحافظ عليهم، لازم يكون في متابعه، لازم يكون في كده متابعه حتى لو من بعيد للطفل، نشوف سلوكياته، نشوف من الناحيه الصحيه هو اخباره ايه جسديا وعقليا ونفسيا. ظاهره التوحد اصبحت من الظواهر الخطيره اللي بقى بيتعرض ليها عدد من الاطفال في سن مبكر. كلمينا عن هذه الظاهره، نعرف من حضرتك اكتر ايه هي ظاهره التوحد. اهلا بحضرتك، اولا يشرفني اكون معك النهارده. اشكرك يا دكتور، ده شرف لي. ثانيا يعني احنا في شهر ابريل، والثاني من ابريل هو اليوم العالمي للتوعيه باضطراب التوحد، اليوم المتعارف عليه دوليا لنشر التوعيه بهذا الاضطراب الخطير جدا. يعني هو اضطراب يدعى اضطراب بصمه الاصبع، انه كل حاله مختلفه تماما عن الحاله الاخرى، ودي بيزيد طبعا من خطورته، بيزيد من صعوبه تشخيصه ومن طرق علاجه. في التوحد هو يعد احدى العلاقات النمائيه الشامله، هو اضطراب عصبي سلوكي يعني ناتج عن خلل في وظائف المخ. فتخيلي كل وظائف المخ فيها خلل. تمام. ومن صعوبته جدا ان هو لا يظهر كعلاقه جسديه. يعني طفل التوحد سليم تماما، جسمه سليم تماما من اي انواع الاعاقات الظاهريه. يعني طفل العاقه الجسمانيه اللي ممكن تبقى في الاعضاء سليم تماما سليم. يعني حواسه سليمه تماما، جسمه جسده لا يعاني من اي اعاقه ظاهريه على الاطلاق، ولكن اعاقته نمائيه مرتبطه بالنمو، النمو الانفعالي، النمو العقلي، النمو الوجداني، النمو اللغوي، الاجتماعي، كل دي مشاكل مرتبطه. طب هل يا دكتور معلش استاذنك عشان افهم اكتر، هل المشكله دي بتبقى مع الطفل منذ الولاده؟ يعني الطفل بيتولد بيعاني من المشكله دي، ولا دي بتبقى حاجه مكتسبه بتحصل للطفل؟ سؤال جميل جدا. نتيجه جداً ظروف معينه او لا، سلوكيات معينه؟ هي يظهر خلال الثلاث سنوات الاولى. يعني قد يكون الطفل اتولد سليم جدا، ما عندوش اي مشاكل، ولكن خلال الثلاث سنوات يظهر هذا الاضطراب. يعني هو ايه هي مظاهر، يعني نقدر نتكلم الاعراض اللي الأعراض من خلالها مظاهر نعرف اللي اقدر اقول ان هو عنده توحد. يعني طفل التوحد قلنا هو ما عندوش اي اعاقات ظاهريه على الاطلاق في جسمه، لكن اعاقته تتجسد في ايه؟ في التواصل الاجتماعي، في التفاعل الاجتماعي، في اللعب التخيلي، الخيال، الجانب اللغوي. هي دي. طب لو اتكلمنا عن كل جزئيه من الجزئيات دي عشان برضو نستفهم من حضرتك اكتر، اول جزئيه حضرتك بتتكلمي فيها فكره ان الطفل ممكن يكون يعني منعزل شويه او لا، ما بيندمجش مع هو المجتمع بعد ولادته، يعني نما كاي طفل اخر، بيتواصل بصريا، بيلعب، بيبص لمامته، بيستجيب بيستجيب يعني لها ولا لا؟ لو طبعا كان ممكن يبقى في البدايه يستجيب للنداء، بيلعب عادي، بينجذب لوالدته، لباباه، لاخواته، لاصوات معينه بيحبها، لحد داخل على البيت بيروح له صوت الجرس، في انتباه وفي تركيز كطفل
طبيعي. طبيعي. ولكن يبتدي بقى الخلل ويظهر هذا الاضطراب مع ايه؟ انعدام القدرة على التواصل البصري. يعني غالبا بتكون بداية الخطر بيبتدي الطفل ينعزل، يعني مش نفسيا بقى، يعني في ناس كتير فاكره ان هو بيبقى مثلا منطوي او مش عايز يلعب مع حد، مش عايز يتكلم مع حد، او مش اجتماعي. يعني يختلط على الكثير جدا جدا، ودي من احد المشاكل الكبيره جدا اللي بنواجهها، عشان الطفل بيخسر كتير. يعني بيضيع من عمره كتير، وقت المفروض كان يستثمر، صح؟ صحيح. في الشغل معاه، في بدايه البرامج، بدايه العلاج. فبتدي الطفل ان هو يعني ما يبقاش في تواصل بصري، يبتدي يفقد القدرة على التواصل بكل أشكاله. صحيح. يعني بيسمع ولكنه يبدو أنه لا يسمع. فتخيلي. طب إزاي ممكن نفرق بين الطفل اللي هو مش اجتماعي، يعني طفل شويه، في اطفال كده بتحب ان هي تبقى منعزله شويه، تحب لو بيلعب لعبه او بيقرا في حاجه بيبقى مع نفسه شويه، والطفل اللي ممكن يكون عنده بدايه اعراض التوحد، نفرق ازاي بينهم؟ نفرق ان هو يعني الطفل العادي ده هيبقى في جانب كبير جدا من التواصل البصري، بيتواصل، بيعبر عن نفسه كويس، بينفعل انفعالات مناسبه للمواقف اللي هو بيتعرض لها، يقدر يتكلم، بيبقى مثلا ممكن يبقى عادي الجانب اللغوي عنده مكتمل، لكن هو مش حابب ان هو يتفاعل، مش حابب ان هو يبقى في وسط الناس. فالاختلاف كبير جدا بينهم. يعني غالبا اطفال التوحد عندهم مشاكل في الجانب اللغوي، قصور كبير جدا، ما بيتكلموش كويس، نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا، ما بقاش في لغة، تهتها في الكلام، ما بقاش شوية في لغة، او لجلجة في مش الكلام. تهتها، لا، ما بقاش في قصور في النمو اللغوي بالكامل، يعني نسبة كبيرة جدا مش بيتكلموا، ولو اتكلموا بتكون عندهم ايكولاليا، اللغه غير موظفه، يعني بيرددوا الكلام اللي بيسمعوه. يعني يعني لو جيتي حضرتك مثلا قلتي للطفل كلمه معينه قلت له اسمك يرددها، ايه، هيقول لك اسمك ايه، يردد الكلمه وراكي لكن ما هيرددها، يجاوبش على ما فيش السؤال. توظيف بالظبط، مش هيقدر يجاوب على سؤال. فهي واضحه، يعني هي باينه، يعني تمام. بدايه من المشاكل في التواصل البصري لازم انتبه، ولازم اتحرك، ولازم اتوجه بيه للمختصين. صحيح. بنقع في مشكله كبيره جدا، ان الاطفال كلها ممكن تكون مثلا مش بتتكلم في السن ده، قريبي يتكلم في سن كبير، جاري يتكلم في سن اكبر، لكن يعني طبعا مهم جدا ان احنا نتدخل فور ظهور احد الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها. صحيح. هل التوحد ليه اشكال مختلفه؟ يعني في منه انواع من العرض ده، ليه انواع متعدده، ولا هي بتبقى يعني خاصيه معينه او صفه معينه بتبقى مسيطره على الطفل، تصرفات معينه من خلالها بنقدر نحكم انه ده عنده توحد وهو يعني في اطار معين ما بيتغيرش او ما فيش ليه كذا شكل؟ ده كان من فتره سابقه كان بنقول ان من يعني طيف التوحد كان يسمى طيف التوحد، يعني كان في اشكال كتيره، مثلا منها اضطراب التوحد اللي احنا بنتكلم عليه، كان في منها متلازمه ريت، متلازمه سبيرجر، في يعني كذا شكل، لكن في الفتره الاخيره انعزلت كل تلك المتلازمات، وانحصر الاهتمام الاكبر باضطراب التوحد المطلق، اللي هي اللي احنا بنتكلم بصدده الان، اضطراب في اللغه، اضطراب في التواصل، اضطراب في التفاعل. مفيش خيال هنقدر نميز جدا ان الطفل ده مختلف، وبالتالي يحتاج طريقه مختلفه تماما للتعامل معاه. هل كل ما كان اكتشاف المشكله بدري مبكرا نقدر تأكيد. نحلها التأكيد طبعا ده بشكل اللي احنا اسرع بننادي واسهل؟ بيه وبنتكلم، يعني نتمنى العالم كله يفوق لتلك المشكله، نتمنى العالم كله يعني يركز معانا اكتر، يبتدي نلاحظ اطفالنا في سن مبكره، لان احنا بننقذهم من ضياع العمر كله. يعني هي ان هو اضطراب نمائي يعني مستمر وتطوري، مستمر في جميع مراحل العمر، مش هتوقف في مرحله معينه. دائما بحب اقول ان هو اضطراب وليس مرض، اضطراب المرض قد يعالج مع الوقت، لكن الاضطراب هو ملازم، ملازم للطفل، يعني مهما فمحتاجين الطفل نتدخل كان فيه مبكر محاولات للعلاج طبعا. مش ممكن يشفى تماما من مش العرض ده. احنا احب اقول برضو ان احنا كلنا لدينا بعض سمات التوحد، طبيعي، يعني ما فيش حد خالي بس من بنسب ما نقدرش نقول ان هي نسبه مرضيه، يعني لا مش بنسب، بس هي موجوده. صح. يعني جميعنا لدينا بعض السمات، فاحنا لما نقدر نوصل للطفل اللي بر الامان، نقدر نحسن من سلوكياته، نقدر نحسن من التواصل، نقدر نحسن من تفاعله في المجتمع، نقدر نستثمر وجوده. يعني أطفالنا بيطلع منه قدرات هائلة،
وعلى فكره في كتير إلى من الاطفال اللي ممكن يكون عندهم توحد هم بيكونوا اذكياء، يعني هم اذكياء جدا، بس مش احنا بتبقى مشكلتنا ان احنا مش عارفين نستثمر ده ازاي، نوظف كمان مواهبه في ايه بالضبط، حتى مش عارفين نستغل الطاقه. اطفالنا طاقه، صحيح، اطفالنا طاقه نور، طاقه امل، بس المشكله فينا، المشكله ان احنا مش عارفين نتعامل معاهم. غياب الوعي المجتمعي من اكبر المشاكل التي تواجه طفل التوحد. الطفل موجود ولكن يجب على جميع اطياف المجتمع فهم هذا الطفل وكيفيه الوصول اليه وكيفيه التواصل اليه ونحتمل تصرفاته وسلوكياته، لان طبعا بيبقى عنده مشاكل سلوكيه كثيره، طفل فقد التواصل واللغه ولديه مشاكل في التعبير والانفعالات. طيب. احنا عشان نستثمر الطفل ده، نستثمر ذكائه، نستثمر قدراته اللي في الاصل هي قدرات يعني ذكائيه عاليه جدا، نتعامل مع الطفل ازاي؟ ممكن نعالج الطفل ازاي؟ وبما ان حضرتك قلتي ان التوحد مش مرض، فاكيد العلاج مش دوائي. تمام. العلاج تربوي اكتر من هو، او تعديل سلوكي اكتر من هو علاج. تمام. كمرض التعامل مع الطفل ازاي؟ نقدر نساعده ازاي يخرج من هذه الحاله؟ كلما كان اكتشاف التوحد مبكرا كلما كانت نسبة شفائه أكثر كثيرا. يعني نقول هو العلاج early intervention، التدخل المبكر. يعني كلما كان التدخل بشكل أسرع وفي سن أصغر، نقدر نقول إن احنا هنوصل بالطفل لبر الأمان. هيقدر يعيش في المجتمع، هيقدر يكون طفل منتج داخل المجتمع، هيقدر يعيش حياة شبه طبيعية، هيقدر يتواصل، يقدر يدخل في المجتمع، يبقى داخل مدارس. هناك برامج، كلها برامج علاجية لتعديل السلوك. زي ايه البرامج دي بقى يا دكتور؟ في برامج، عندنا برنامج لوفاس، برنامج تاتش، برنامج بيكس، اي بي اي، يعني في برامج كتيرة كلها مخصصة للتعامل مع اطفالنا من ذوي اضطراب التوحد. هل الاطفال دي بتبقى محتاجه لبعض الجلسات التخاطب، يعني ان يكون فيهم متخصص في هذا طبعاً المجال؟ طبعا هو فريق عمل بيقعد متكامل، مع الطفل يحاول ان هو يحسن من يعني طريقه كلامه، يحاول انه يتكلم معاه، يقرا له حتى قصص معينه او موضوعات بحيث ينمي عنده الثروه اللغويه. ده بيتم، وده من اساسيات العلاج بالنسبه للاطفال. طبعا طبعا بالتاكيد بالتاكيد، يعني دايما بنقول محتاجين مع طفل التوحد يعني طبيب مخ واعصاب، محتاجين طبيب نفسي، محتاجين معالج سلوكي، محتاجين معالج نطق ولغه، محتاجين ام طبعا في الاول، يعني قبل كل ده محتاجين ام واب واسره متقبله هذا الطفل الجميل، فكره ان في طفل بيعاني من متقبله مشكلة. فكره ان لديها طفل من ذوي اضطراب التوحد. يعني انا اقول ان اكتر من نص العلاج التقبل. يعني اذا في تقبل للطفل، يعني هقدر انفذ كل برامجي بكل نجاح، واقدر اوصل الطفل لاحسن مستوى انا اتمنى اشوفه فيه. طب احنا لو رجعنا كده للمسببات اللي بتخلي الطفل يعني يدخل في هذا الاطار من التوحد والمشكله دي، هل مشكله ممكن تكون غياب الام شويه عن الطفل، بما ان الام دلوقتي بقت بتنزل تشتغل فترات، فممكن الطفل مثلا بيترك مثلا مع مربيه او بيروح حضانه، مفيش لغه حوار بين الام وبين طفلها، مفيش مشاركه للطفل ده في ابسط امور حياته، هل الجزئيه دي ممكن تكون من الاسباب؟ هل الام لو هي مش شخصيه متكلمه فما بتساعدش الطفل في المرحله اللي هو المفروض يبدا يخزن ثروه لغويه، ما عندوش القاموس اللي بياخد منه هذه المفردات دي، ممكن من المسببات اللي بتخلي الطفل يدخل في المشكله دي التوحد؟ هي بتكون عوامل مساعده، لكن هو عالميا لم يوجد سبب يعني اجتمع عليه العلماء حول العالم اجمع ان ده السبب الاساسي، على سبب يعني يؤدي الى اضطراب التوحد. مفيش سبب واضح، مفيش جين واضح نقدر نقول ان هو الذي يسبب هذا الاضطراب، لا مش موجود. لكن هناك عوامل بيولوجيه، هناك عوامل اجتماعيه، عوامل بيئيه، عوامل نفسيه كثيره ممكن تساعد في ده، ممكن تساعد في ده اللي انا بقول عليه تدخل مبكر. يعني الام لو مركزه جدا مع ابنها، لو مهتميه بيه، لو بعدين عنه الشاشات والتلفزيون والكل التكنولوجيا الهائله اللي احنا بقينا يعني في عصر التكنولوجيا للاسف الغير ممنهجه، للاسف المضره، للاسف بناخد اسوأ ما فيها. يعني كل دي يعني لازم تستبعد تماما عن الطفل خلال يعني مراحل النمو الاولى. كل دي اسباب كبيره تتدخل بنسبه كبيره جدا يعني لظهور
الاضطرابات. الاضطرابات قد ايه التكنولوجيا من المسببات الخطيره جدا اللي فعلا اثرت على اطفال كتير في سن صغير عمر 2 ونص 3 سنين، اللي بيبقى طفل ماسك الموبايل او التابلت بيتفرج على يعني افلام كرتون، اغاني، جيمز، المحتوى اللي بيقدم الاطفال بشكل عام، ازاي دي اثرت على الطفل؟ وهل هي فعلا بتخلي الطفل في لحظات بيخرج ليه من بيخرج من العالم اللي طبعا هو عايش فيه طبعا لعالم اخر؟ طبعا هي يعني كل الحاجات دي بتعيق النمو الطبيعي للمخ، تعيقه. يعني انا لو عزلت الطفل عن كل التكنولوجي اللي احنا عايشين فيها دي، المخ هديله اتاحه، هديله مساحه ان هو ينمو ويتطور، يعني زي ما ربنا خلقنا ده. لكن كل الحاجات دي بتعيق النمو الطبيعي للطفل، تعمله مشاكل في الادراك الحسي يعني. فكلها طبعا لازم يعني نراعي ذلك في كل تصرفاتنا مع الاولاد. طب المدرسة دورها ايه كمان في ان هي يعني تساعد اولياء الامور والاباء والامهات اللي ابنهم بيعاني من هذه المشكلة؟ التقبل دايما دايما يعني دايما كمؤسسة تعليمية دايما في برضه في وتربوية. اول حاجة اقول التقبل. تقبل يعني تقبل مهم جدا، ما حسسش الاسرة ان هي عندها مشكلة كبيرة جدا، يعني اتقبلها وتقبل ابنها واستوعبه ونشر الوعي والتوعية. لا يقتصر على أسرة طفل التوحد، لا يقتصر على الإطلاق على الأسرة المصابة مصاب ابنها بهذا الاضطراب. لا، لازم نوعي المجتمع بالكامل عشان يستوعب أسرة طفل التوحد، يستوعب الأم، يستوعب الأسرة، يستوعب المشكلة. يعني طفلنا عنده مشاكل سلوكية كبيرة، مش هنقول لا، عنده صحيح. مشاكل سلوكية بيزيدها نفور المجتمع، هيزيدها الضغط النفسي عليه، الضغط النفسي على الأسرة. ولكن كل ما كان في هناك دايما اقول توحد. يعني ايه توحد؟ قولي توحد ايه؟ حاجة اللي يعني هي ايه؟ تقول لنا يعني ايه توحد؟ هي التاء والواو والحاء والدال. تمام. توحد يعني التاء، خلينا في التاء الاول، تقبل. الواو الوعي، الحاء الحب، الدال الدمج. يعني يعني نختصر علاج التوحد. اختصار علاج التوحد لا، هو اختصار من وجهة نظري. يعني انا احلل الاسم الاسم. من وجهة نظري، من خلال حبي للاطفال، من خلال تعاملي المباشر مع الاسره. يعني هو الاسم المتعارف عليه عربيا توحد، لكن لو حللناها بمنطق انساني، بمنطق، هنلاقيها بالتقبل والوعي والحب والدمج، دمج الطفل داخل المجتمع وحبه وتقبله ونشر الوعي. يعني باذن الله هيبقى اطفالنا زيهم زي غيرهم. صحيح. هل دكتور الأطفال اللي بينزلوا الحضانة في سن، يعني ممكن نقول إن السن الأمثل ممكن يكون 2 سنين مثلا من عمر الطفل، بحيث إن الطفل يكون بيقدر يتكلم، الطفل بيكون بيمشي، بيقدر يتحرك بسلاسة، الأطفال اللي بينزلوا الحضانة بدري، هل إحنا كده ممكن نكون بنحميهم من فكرة الإصابة بالتوحد المشكلة دي، ولا ملهاش علاقة؟ يعني ممكن إن الطفل عادي اللي ما بيروحش حضانة ما يتعرضش لهذه الظروف، إيه الأفضل؟ لأن في أمهات ساعات بتبقى عايزه تنزل اولادها حضانات حتى لو ما بتشتغلش وبتبقى متخوفه شويه، في امهات بتبقى مشجعه ان هي تودي الطفل علشان يكون اجتماعيا اكتر، يبدا من الناحيه التعليميه والذهنيه يكون انشط، يتم تاهيله لدخول المدرسه بشكل يعني افضل. حضرتك شايفه الموضوع ازاي؟ ايه الافضل بالنسبه للاطفال في السن؟ والله الافضل حسب حاله الطفل، ما اقدرش اقول هي حاله تبقى مثلا عامه على كل الاطفال. يعني ان نمو الطفل يختلف من طفل الاخر. النمو اللغوي مهم جدا ان انا اركز فيه برضو في بدايه يعني المراحل الاولى من عمر الطفل. مش لازم استنى ابدا ان الطفل يكبر او يجي. دايما بنواجه المشكله مع دخول المدرسه، تبتدي الاسره تفوق. يعني انا نفسي الاسره تفوق بدري بدري، يعني سن عن 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 سن دخول المدرسه. يعني لكن هي مثلا موضوع الحضانه، امتى او مش امتى، احب دايما برضو تكون الام ليها دور فعال. يعني مش لازم نسيب اولادنا في سن مبكر وننزل الشغل. لا، الطفل محتاج الام بشكل كبير جدا، محتاج انها تطمن عليه ان هو لا يعاني من اي خلل. احنا قلنا بيظهر اضطراب التوحد في يعني 30 36 شهر، يعني هي مرحله بدايه التكوين. يعني صحيح. عارفه، فهي لو نزل الحضانه بدري ممكن الام ما تلاحظش، هيبقى وهيأثر ده بشكل سلبي عليه. تمام. ان هو مفيش تواصل، مفيش ادراك، محدش هينتبه له في وسط اصحابه في الحضانه، مش هيبقى في تواصل. بالعكس، ممكن الموضوع يبقى بالنسبه له سيء نفسيا، انه مش قادر يبقى زي اللي حواليه، ان هو ابتدي ينعزل اكتر، مش قادر يعبر مش قادر عن يعبر عن اللي اي حاجه حواليه. الاطفال ممكن يؤذوه نفسيا من غير ما يحسوا، سن صغير كلهم.
فمش مهم السن ايه، بس المهم يبقى السن الصح، ان هو السن المناسب. السن المناسب للحالة الصحية والنفسية للطفل بتاعي. في بعض الأطفال طبيعتهم بيتأخروا في الكلام، يعني في طفل ممكن يتكلم بدري، دي بتبقى قدرات خاصة بكل طفل، وفي طفل ممكن بيتكلم متأخر شوية. إزاي أقدر أفرق إن تأخر كلام الطفل مش نتيجة سبب مرضي أو مشكلة صحية؟ تواصل، هيبقى في تواصل، يعني احنا هيبقى في تواصل بصري. في عندنا اللغه تنقسم لغه استقباليه لغه تعبيريه. لو الطفل لديه تواصل بصري جيد، لو الطفل مدرك كل الحاجات اللي حواليه، لو الطفل بيستجيب للاوامر للتعليمات، لو الطفل يقدر يوصل لاي الاشياء التي يرغب بها، عايز يشرب يروح يتعامل، بيجيب اللي هو عايزه، جعان ممكن يعني يجيب حاجه ياكلها، هيبقى في وهيبقى في برضه اللغه، يعني هيبقى لازم يكون في صوت، في اصوات غير واضحه فيها مهامه بالكلام. لكن غياب بقى اللغه الاستقباليه ده بيحصرنا داخل مشكله. صحيح. لابد ان نتحرك يعني فورا 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 منذ ملاحظتها. ففي فرق كبير بين الطفل مثلا متاخر لغويا شويه في الكلام، هتلاقيه بيعبر كويس، برضه ممكن متاخر مثلا في تكوين جمل، متاخر صحيح. في نطق كامل للحروف، في عنده حذف ابدال تشويه لبعض الحروف، لكن في لغه. طفل التوحد هتلاقي عنده غياب ترديد للكلام غياب ولكن ده، ان كان مفيش يتكلم يعني تعبير. اذا كان في لغه هتكون ايكولاليا وترديد للكلام، صحيح. والاكثر ان هم مفيش كلام، مفيش تعبير على الاطلاق لاي حاجه يعني. حضرتك شايفة ان الاطفال اللي بيعانوا من التوحد يفضل ان هم يعني يتم تأهيلهم او تعليمهم في مدارس مخصصة للحالة اللي بيعانوا منها او المشكلة اللي بيعانوا منها، ولا من الافضل ان احنا ندمجهم مع الاطفال الاصحاء بحيث ان هم يستفيدوا من مشاركتهم مع هؤلاء الاطفال بطريقة غير مباشرة؟ هقول لك برضو نفس، هقول لك شقين برضو، اتفضلي. عندنا دمج ايجابي ودمج سلبي. تمام. يعني برضو حاله الطفل هي اللي بتحكمني، درجه اضطرابه هي اللي بتحكمني، اللي هي بسيطه متوسطه شديده، يعني اذا كانت شديده هيبقى على صعب حسب الحالة حسب نفسها. الحاله وحسب درجه الاضطراب نفسها. ونقدر نوصل بتدخل مبكر بالطفل ان احنا نقدر نتعامل مع كل سلوكياته مهما كثرت، ونقدر ان شاء الله باذن نوصل بيهم كلهم للدمج. ده اللي احنا نامل فيه، ان كل اطفالنا يدمجوا داخل المجتمع، داخل المدارس، داخل الانديه. واحنا شفنا في الاولمبياد الخاص يعني ابطالنا عملوا شرفوا العالم طبعا كله، ما شاء يعني الله. شرفونا قدام العالم صحيح كله، يعني كان صحيح. اكبر مثل ان اطفالنا قادرون، يعني قادرون على صنع المستحيل. اللي حصل ده مستحيل واعجاز بكل ما تحمله الكلمه. بالتأكيد. يعني خدنا بطولات، خدنا مراكز اولى في جميع الالعاب على مستوى العالم. فده دول ولادنا، دول ولادنا ودول فخرنا دايما، وبقول ان احنا قادرون ولكن مختلفون يعني، بالتأكيد. واختلافنا قوة. صحيح. ازاي دكتور ممكن نحمي الاطفال اللي بيعانوا من مشكله التوحد من ان هم يتعرضوا لظواهر كتير زي ظاهره التنمر؟ التنمر من الظواهر اللي منتشره في المدارس، منتشره في الانديه، في المجتمع، والاطفال دايما اللي بيعانوا من مشكله صحيه او مشكله مرتبطه بالكلام، الاعاقه وهكذا، بيبقى دايما عندهم حساسيه، ما بيبقوش عايزين يتعرضوا لاي نوع من التنمر، مش عايزين يتعرضوا لكلمه ممكن كلنا كلنا كلنا، ودي طبيعة كلنا أي دي طبيعة إنسان، أي الإنسان. إنسان بيبقى ما بيحبش إن هو حد يتهكم عليه أو حد يعني يتصرف معاه تصرفات ممكن تجرح شعوره. إزاي ممكن نحميهم من الظاهرة دي وفي نفس الوقت نخليهم يندمجوا مع الأطفال اللي في سنهم، يندمجوا مع الأشخاص في المجتمع؟ هي ظاهرة التنمر طبعا كل يعني ظاهرة مرفوضة طبعا كلنا، ليس مقصورة أو لا تقتصر على أطفال التوحد أو أطفالنا أبطالنا من ذوي القدرات الخاصة. يعني هي لازم يعني بالوعي بقى، يعني التنمر لازم يكون في وعي مجتمعي بشكل أوسع، يعني لازم نطاق التوعية يكون بشكل كبير جدا. نقدر نحمي أولادنا من توعية المجتمع، نقدر نحمي أولادنا بمرامج برامج توعوية، إن احنا نأهلهم إزاي يحموا جسمهم اللي هي المناطق الخاصة بيهم، ملكيتهم الخاصة ملكيتهم يعني. الخاصة، ما يحدش أبدا يقدر يقترب منها. وده متاح، وأنا عملت ورش كتيرة عن يعني كان حاجة اسمها جسم ملكي، يعني كان وصلت الأطفال بالرسومات وبالمجسمات وبالتمثيل، سايكو دراما، كانت حاجة جميلة جدا. هم يعني وصل المعنى ليهم، وبقوا حريصين جدا ان هم يعني عارفين في جسمهم في حدود مش ممكن حد يقرب لها، في اماكن مش ممكن حد ممنوع التلامس او هكذا في يقرب لها. مناطق معينه. ده بالنسبه للاطفال. والشق الاكبر طبعا احنا بنتعامل مع الطفل في حدود امكانياته وقدراته العقليه،
لكن نقدر بقى نتحكم بقى اكتر في المجتمع بنشر التوعيه المجتمعيه. في جهات معينه لتاهيل هؤلاء الاطفال بيتابعوا معاهم بعض الاساليب التربويه الحديثه، التعامل مع الطفل ازاي ممكن يكون من خلال الرسومات زي ما حضرتك بتقولي الاشكال، كلمينا بقى عن الجزئيه عشان نقدر نتصور مع حضرتك فعلا ازاي الاطفال دول بيتم تعليمهم وتاهيلهم. الاوتيزم بيتم طبعا تاهيلهم في البدايه جلسات فرديه، يعني اغلب شغلنا جلسات كل فرديه، طفل كل على طفل حده. على حده، كل طفل له برنامج علاجي خاص بيه، برنامج سلوكي خاص بيه، يعني كل طفل تختلف سلوكياته عن الطفل الاخر، كل طفل لديه قصور في الجانب اللغوي يختلف عن الطفل الاخر. عندنا مشاكل، مشكله كبيره جدا جدا هي التقليد، اولادنا ما عندهمش مهاره التقليد، طب نظرا لغياب الادراك الحسي، نظرا لغياب التواصل، يعني بتاثر طبعا كل التاثير السلبي على حياتهم بشكل كامل. يعني اللغه كلها عباره عن تقليد للكلام، التفاعل الاجتماعي عباره عن لما تليك كده هتعملي كده، الطفل العادي هيلاقي نفسه بيعمل نفس الحركه، لو بلعب معاكي ونطيت هتنطي بنط، كل الحاجات دي مفقوده، المهاره مفقوده لدى طفل التوحد. ف مهم جدا طبعا ان احنا البرامج تكون بشكل فردي، يتم تقييم الطفل حسب مهاراته وقدراته الشخصية الفردية في جميع جوانب القصور، برنامج اللغة، برنامج في الأوتيل العلاج الوظيفي، عندهم مشاكل حسية ما عرفوش يستخدموا ايديهم صح، ما عرفوش، مشاكل في الاتزان في الحركة، احساس الجسم بالفراغ، في مشاكل كثيره جدا، كل جانب من جوانب القصور التي يعاني منها الطفل يعني لديها برنامج خاص بها من خلال الجانب اللي هو يعني الوان تو وان، شغالين كله جلسات فرديه. احيانا الاب والام حتى لو كانوا على درجه يعني كبيره من الوعي والثقافه والادراك، ولكن ساعات في بعض الامور بتغيب عن الاب والام او ما بيبقوش متخيلين ان هي ممكن تكون بدايه مشكله حقيقيه، زي مثلا بنشوف في الاطفال عاده لما بيدخلوا على مجموعه من الافراد لاول مره بيشوفوهم بتلاقي الطفل مكسوف او محرج ان هو يخش يسلم، ولكن بعد فتره بتلاقيه بيبدا يتالف مع الاشخاص ويخش يتعرف عليهم ويتكلم معاهم. في اطفال من اول ما بيدخل على بعض الاشخاص ما بيبقاش عايز يتعامل او يتفاعل، ما بيحبش يسلم، وتلاقي الاب والام يقول لك إيه؟ لا اصل هو بيتكسف. هل دي ممكن تكون بدايه يعني عرض من اعراض التوحد ان الطفل مش عايز يكون تفاعلي مع المجتمع، ولا فعلا ممكن يكون طفل خجول جدا جدا وما بيحبش ان هو يسلم او يتكلم مع الاشخاص الغرباء عنه؟ لا هي مش مؤشر، يعني هي مش مؤشر على الاطلاق ان هو هذا الطفل يكون مثلا من ذوي اضطراب اطفالنا، لا مش مؤشر على الاطلاق. لكن مهم جدا برضو ان انا انوه على حاجه، ان الطفل لو هو خجول شويه بيزيد، ممكن يبقى ما عندوش مشكله، هو جاست ان هو مش عايز يسلم، ما بيحبش الناس قوي، مش متفاعل، بس لازم بشكل الاب كبير والام يحاولوا يصلحوا الجزئيه دي، يحاولوا بس من غير ما يضغطوا على الطفل. تمام، يعني هم الطفل يعني هيكتسب السلوك الاجتماعي السليم تلقائيا، دي طب دي فطرتنا، لكن لو كان في عنده مشكله فيها شويه، يعني مش عايز ابدا الاب والام يضغطوا على الطفل، لا سلم، لا عيب، لا ما ينفعش، لا لازم. ناس كتيره جدا بيضغطوا على الطفل بيعملوا مشكله يعني عكسيه، يعني بدل ما انا عايزه ان هو يتجاوب ويبقى اكثر تفاعلا، لا هي الطفل بيبتدي ينعزل، لان كل ما بيجي يعمل كده بيتعرض للاهانه من والديه، بيتعرض لمشكله نفسيه، فبيبتدي المشكله تكبر، بيكون اساسا ما فيش مشكله. التوجيه يعني بما ان انا ام مثلا هوجه اولادي هيكتسبوا للسلوك الصحيح، يعني هيكتسبوا مع الوقت. صحيح، هل التوجيه ممكن يكون بطريقه بشكل مبسط ظريفه من غير تعنف، من غير مش قدام الناس، مش قدام ودايما الناس. اقول مش قدام الناس، يعني مش عايزين اي نقد على الاطلاق قدام قدام الناس خالص، يعني اي كلام اي توجيه يكون بينك وبين الطفل، يعني مش ابدا قدام الناس او مش في اثناء الموقف نفسه، يعني ده هيسبب له احراج كبير جدا جدا، مشكله نفسيه كبيره جدا فوق ما احنا نتخيلها. يعني احنا موقف بالنسبه لنا عدى وضغطنا واتكلمنا الكلمتين بتوعنا وكده بس الطفل بيفضل متاثر، لكن الطفل هيفضل مترسخه في ذهنه الموقف واحراجه ونظره الناس ليه، فده مش صح على الاطلاق ان انا اضغط على الطفل عشان يقوم بسلوك اجتماعي هيكتسبه مع الوقت بطريقه سلسه.
هيكون افضل من الضغط عليه. هل التوحد ممكن يكون ظاهرة وراثية؟ يعني لو في حد في العيلة استعداد عنده وراثي طبعا توحد، ممكن يظهر في الأجيال اللي بعد كده شخص أو طفل عنده نفس الظاهرة؟ طبعا يكون نسبة يعني تكراره في الداخل، يعني استعداد وراثي، يعني هو قد يكون مثلا أحد الأجداد مصاب بالتوحد، وعلى فكرة ممكن قوي يكون في الأسرة وما كانش مشخص. يعني احنا مؤخرا بدينا نسمع برضو عن التوحد، عن التشخيص، لكن كلما كان ظهر يعني احد الاشخاص مصاب باضطراب التوحد داخل الاسره، طبعا زاد من تكرار هذا الاضطراب مع طفل اخر. يعني هل في حالات من حالات المصابين بالتوحد لما بيكبروا بيصلوا لسن الزواج، هل بيكونوا مؤهلين للزواج لتكوين أسرة بيقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، ولا مش كل الحالات ممكن مش كل توصل الحالات، للمرحلة دي من التعافي؟ لا مش كل الحالات طبعا. احنا قلت لك ان هو اضطراب بصمة الاصبع، يعني يسمى التوحد اضطراب بصمة الاصبع، يعني لا توجد حالة مثل الاخرى على الاطلاق. يعني ما فيش عندي ده طفل ده مثلا طفل، يعني مثلا عندي اضطرابات كتيرة جدا، عندي متلازمات كتيرة جدا، يعني متلازمة داون سيندروم، الجمال، الأمامير اللي هم عليهم صغن جمال ما الأمامير شاء قوي الله. دول، يعني بقدر احكم عليهم ان هم داون. يمكن كل طريقة تعليمهم واحدة، بيتشابهوا في يعني الملامح، في الصفات الجسمانية الفكرية العقلية كتير جدا. لكن أولادنا لا، يعني كل طفل غير الآخر، كل طفل لديه بعض المظاهر السلوكية النفسية، القصور في جوانب معينة تختلف عن الآخر. قد في أطفال مثلا 70% تقريبا ممكن يصاحب اضطراب التوحد يعني تأخر عقلي، الباقي ما عندهمش أي مثلا، ما فيش أي مشكلة، عندهم ذكاء عالي جدا. يعني النسب اللي هي يعني ما عندهاش إعاقة مزدوجة دي تقدر ممكن نوصل بيها ان هي تبقى عادية جدا وتتعايش وتتفاعل وليها يعني وضع افضل في المجتمع وتكمل. يعني الأب والأم اللي ممكن بيكتشف إن ابنه عنده بعض أعراض التوحد، إيه الجهات اللي يلجأ إليها؟ يعمل إيه؟ يتصرف إزاي؟ لأن في الحالة دي شوية الأب والأم ممكن بيبقوا في حالة من عدم الاتزان نظرا للمفاجأة إن الطفل فيه أعراض غريبة بدأت تظهر على الطفل، يعمل إيه الأب والأم في الحالة دي؟ يعني توجه لطبيب المخ والاعصاب والطبيب النفسي يعني على الفور. يعني واحب اقول برضو ان يعني للاسف يعني يختلط على الكثير جدا من الاطباء ويعني على المشخصين بشكل كبير جدا يعني تصنيف الاضطراب لتشابه اعراضه مع اضطرابات اخرى. يعني فمهم جدا جدا ملاحظة الأم، مهم جدا كل الأمهات تسمع عن التوحد، يعني مش شرط أكون أم الطفل ذوي اضطراب التوحد عشان أبتدي أعرف عنه. مهم جدا نشر الوعي في المجتمع عشان لو قدر الله أي حالة مثلا ظهر لها طفل بشكل مبكر تقدر أم تقدر تتعرف إن الطفل ده مشكلة صحيح. طب دكتور وتساعد الطبيب. يعني تساعد الطبيب يعني بجانب طبعا بجانب مساعدة مساعدة الطبيب، الطبيب، يعني هيسألها عن حاجات كتيرة جدا، لازم تكون مركزة كويس جدا، لازم تكون عارفة هو كان أثناء ولادته كان كويس ولا لأ، كان في تواصل بصري منذ الولادة، أثناء الرضاعة، أثناء بداية المشي، بداية هل كان في تواصل وفي تفاعل ولا لأ. يعني مهم جدا معرفة الوقت المناسب لكل أبسط الأمور احنا بنشوفها ذات قيمة تمام. عشان يساعدنا على التشخيص الصح. هل الطفل اللي عنده توحد يعني ما عندوش القدرة على ان هو يعبر حتى عن اختيار ولو بسيط زي مثلا نوعية الطعام اللي بيحب يتناوله؟ يعني الاطفال عادة بيغلبوا الامهات في انا بحب ده ما بحبش ده، انا بحب الشوكولاتة انا ما بحبش مثلا اشرب اللبن. الطفل بقى اللي عنده توحد حتى الحاجات دي ما بيعرفش يعبر عنها هيعرف دي دكتور، بقى يعرف او الحاجات المرتبطة بالغذاء يعني يقدر بقى يعني شوية طفل التوحد يعبر هو فيها؟ يعني هي اوتيزم، يعني حالة ذاتية، فهو طفل التوحد مشكلته ان هو منغلق على ذاته، هو لوحده حالة، يعني هو العالم بالنسبة له حدوده، هو كأنه يقدر يوصل لحاجة هو عايزها، يقدر يميز. يعني ليه بالعكس هما ليهم اكلات معينة بيحبوها جدا، كل طفل ليه اكلات، يعني ليه اكلات بيفضلها. وطبعا هما عندهم مشاكل برضو حسية في الشم والتذوق والسمع والبصر، فهو يعني هتلاقيه مثلا اما بالزياده اما بالنقصان، مفيش الاعتدال. فبالزياده او بالنقصان يعني هتلاقيه مثلا هو بيشم الاكل، ما يعرفش ياكل اي حاجه، ما ياكلش اي حاجه خالص عشوائيا، لازم يبقى عارف هو بياكل ايه. الرائحه اللي احنا بالنسبه لنا ممكن ما نشمهاش هو هيشمها،
فيقدر يميز هل دي حاجة بيحبها أو بيفضلها أو حاجة منفرة بالنسبة له. يعني مكسبات الطعام ممكن ما ياكلش حاجة، يعني مش هيحب الحاجة دي، أكلات معينة مش عايزها، التوابل الكتيرة هيبقى بالنسبة له هتبقى ريحتها نفاذة حاجات صعبة مش بالنسبة له، هيحبها. هيرفض. يعني يقدر يرفض الحاجة اللي بيحبها، بيخصص طبعا أكل. يعني هو دي من إحدى مشاكله، إن الطفل بيبقى التوحد ليه يعني روتيني جدا، أسلوب غذائي روتيني جدا معين. جدا جدا جدا. يعني احنا يعني روتين اقصى درجه، يعني اتعود ان هو قاعد في مكان معين في الكلاس عنده، لو غيرت له المكان تبقى مشكله، لو بيركب الباص وجاله بابا خده بالعربيه هتبقى مشكله كبيره جدا، صحيح. لو العكس نفس الكلام، لو بياخد بروح بالعربيه مثلا في مشكله عندهم في البيت او كده هنركبه الباص بتبقى ازمه. احنا بقى عندنا دكتور يعني سؤال من زملائنا في الكنترول عن السن الملائم لدخول الطفل الحضانة، عشان ده سؤال برضو بيحير ناس كتير. ايه افضل سن انزل ابني او بنتي الحضانة فيه وابقى مطمنة ان هو هيقدر يتعامل ويتفاعل، ولو اتعرض لمشكلة معينة هيقدر شايفة يدافع ان عن هو نفسه لما قدر هو قد يعني ايه؟ يصل لدرجة نضج، يعني تحميه ان هو يقدر يعرف اللي حواليه كويس، يقدر لو لا قدر الله تعرض لأذى او كده يقدر يقول، يعني يقدر يقول مين اللي يعني حتى ضربه، اي حاجة، اي حاجة ممكن يتعرض لها موقف طبيعي. لكن يعني ممكن نقول 2 ونص يبقى معقول ان هو يبتدي ينزل، يبقى مثلا يعتمد، يعني يبقى قادر ان هو يعتمد على نفسه بشكل معقول، يقدر ان هو يبقى مستقل عن مامته. وكويس جدا هو يدخل برضه، ما يبقاش نستنى دخول المدرسه عشان ما نعملوش مشكله نفسيه. برضه كتير صحيح، بنستنى دخول المدرسه مره واحده بدون، يعني لازم التدريج برضه. كل ما يتأخر شوية في السن يكون أفضل يعني. لا طبعا ضد طبعا اللي هي ان ينزل في سن مبكر بقى عن 2.5 سنين. يعني الطفل لسه صغير جدا، محتاج للام يعني في المقام الاول. بس برضو دكتور يعني الحضانة، لو حضانة إلى حد ما مميزة بتدي مناهج تعليمية تأهيلية فيها ألعاب، في نظام المونتسوري، ده من الأنظمة اللي بقت جميلة جدا لتعليم الطفل وتأهيل الطفل، دي بقت حاجات مفيدة قوي للأطفال أكتر من إن الطفل يقعد في البيت 24 ساعة بيتفرج على التلفزيون هو مش عايز اتفرج، انا بيكسر في اللعب. مش عايزاه يتفرج على التلفزيون. في ما انا بقول لحضرتك يعني لما ينزل حضانه هيكون افضل بكتير انه يضيع وقت فراغه في حاجه مش مفيده زي انه يقعد يتفرج على التلفزيون، وبالتالي ممكن يصاب بحاجه زي لا التوحد. هو مش هيصاب. انا بدايه بمنع تماما يعني التلفزيون عن الطفل في البيت او في الحضانه. يعني برضو حضانات كتيره جدا بتبقى برضو مش دايما، مش كل الحضانات، حتى لو بنسبه مش كل وقت الحضانات بسيط. بتبقى شغاله بالشكل اللي هو بنظام المونتسوري، المنهج الرائع طبعا العالمه الرائعه ماريا مونتسوري، مش بيتطبق برضو بشكل سليم. وقد ياخد المسمى، يعني شفت كتير جدا كل الحضانات منهج مونتسوري لكن مش بيتطبق لكن مش صح، كل الحضانات مش بيتطبق بتطبقه صح، بشكل سليم 100%. مش بيتم التعامل معاه بشكل صحي للطفل. وبنبتدي برضو نحصر الطفل في الانشطه اللي هي التكراريه بدون يعني ما ياخذ جانب كبير من العلم او الافاده. فانا اهم حاجه مثلا بركز عليها الجانب النفسي للطفل، ان هو قادر ان هو يعتمد على نفسه، وقادر ان هو يحمي نفسه في سن مبكر. يعني اقدر اعمل له عمليه التاهيل دي مبكرا، مش لازم استنى لما يكبر يعني واعملها له. فيعني بس شايفه من ضد اللي هو نزول الطفل مبكرا عن 2.5 سنين الحضانه بصراحه. النصيحة كده أخيرا من حضرتك لكل الآباء والأمهات بأن احنا لازم نخلي بالنا على أولادنا، نحافظ عليهم إزاي لو في مشكلة معينة أو عرض معين ظهر على أولادنا ما نخجلش أن احنا نروح بيه للطبيب المختص أو الشخص المختص اللي هيقدر يساعدنا في المشكلة دي. لكل أب وكل أم طبعا أولادنا أغلى حاجة عندنا، أولادنا هو دنيتنا كلها. فلما أحس إن أنا ابني لديه أي مشكلة لازم أواجهها، ولازم أديله وقت كبير، ولازم لكل أم إن هي يكون في بداية اهتمامها الطفل. لو كانت امرأة عاملة يعني تترك العمل فترة، يعني العامينة الأولى من عمر الطفل مهمين جدا 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 في بقية عمره كله. مهم جدا الأب يكون فيه تخصيص وقت للأسرة، مهم جدا الحب داخل الأسرة، ومحدش يعني يبخل عن حد بمشاعره. كل ده بيصب الأب، حب الأب لزوجته والزوجة لزوجها، كل ده يعني بيصب في نفسية الطفل، أكيد العلاقة بين الأب والأم كل ما منعكسة كان فيها بشكل تفاهم، طبعا فيها طبعا. محبة، فيها ألفة، كل ما ده يعني هي هينعكس غذاء على الروح للطفل. أكيد على الأطفال الصغيرين. ولو واجهنا اي مشكله، يعني اتمنى ان احنا مش هنخبي،
مش هنضحك على نفسنا، مش هنخاف من المجتمع، مش هنتكسف ابدا من ابني، هتقبل ابني مهما كانت امكانياته صغيره او ضئيله، هتقبله يعني هنمي تلك القدرات والمهارات عشان اطفالنا يستحقوا اكتر. بالتأكيد. أنا سعيدة للقاء حضرتك النهاردة وأفدتينا بكثير من المعلومات القيمة، وزي ما حضرتك قلتي أكيد بالتفاهم بالمحبة كل ما كان في قرب من أولادنا هنقدر إن إحنا نستوعبهم، هنقدر إن إحنا نكتشف حتى لو في بعض الخلل أو المشكلات الصحية اللي ممكن بيعانوا منها أو الجسمانية، هنقدر نكتشف ده بسرعة جدا، ومش عيب إن إحنا مشكلة معينة ونبدأ نحلها، لأن كل ما حلناها في وقت مبكر كل ما قدرنا نوصل لنتيجة مجدية في العلاج. أنا بشكر حضرتك جزيلا على وجودك معنا النهاردة دكتورة إيمان علي عبد الرحمن، أخصائي الصحة النفسية وتخاطب الأطفال. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي. أنا أسعد. مشاهدينا فاصل قصير وبعد الفاصل يعود مع حضراتكم من جديد زميلي عاصم الشندويلي، وتاني فقرة في حلقتنا النهاردة انتظروا.